الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة من رؤساء كبرى الشركات المصرية والنمساوية سبل التعاون. الرئيس السيسي يلتقي الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي. النائب العام يحيل رقيب الشرطة المتهم بقتل مواطن ونجله أمام كنيسة بالمنيا للجنايات. التقى الرئيس السيسي اليوم بمقر إقامته بفيينا بعدد من رؤساء وممثلي الشركات المصرية والنمساوية وأعضاء بمجلس الأعمال المصري النمساوي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات النمساوية في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وزيادة التجارة البينية. وكان الرئيس السيسي قد التقى أمس مع كريستالينا جورجييفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أكد خلال اللقاء باهتمامه بالتشاور المستمر مع كبار قيادات البنك انطلاقا من حرص مصر على دفع التعاون قدما بينها وبين البنك الدولي كشريك استراتيجي والارتقاء به في مختلف المجالات، خاصة وأن خطط التنمية الاقتصادية في مصر ليست برنامجا مؤقتا أو مرحليا، وإنما نهجا استراتيجيا طويل الأمد لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة فيينا أمس رئيس الوزراء السلفاني ماريان شاريتس، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى بفيينا. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، معربا عن تطلع مصر لاستضافة اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية قريبا في القاهرة. كما التقى الرئيس السيسي خلال زيارته للنمسا برئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي أعرب عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا. وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ومالطا، معربا سيادته عن تطلعنا لتدشين مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات وتكثيف التشاور وتبادل الزيارات الوزارية وتعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات المالطية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهم المحبوس رقيب الشرطة ربيع مصطفى خليفة إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة، هذا بعد أن وجهت له النيابة العامة الاتهام بقتل كل من كمال عماد ووالد عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار أمام كنيسة النهضة بالمينيا. جاء ذلك بعد إقرار المتهم بارتكابه لجريمة قتل المجني عليهما عمدا باستخدام سلاحه الميري. اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوطني الرابع لعلماء وخبراء مصر في الخارج بعنوان مصر تستطيع بالتعليم، والذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، واستمر اليومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارية خاصة السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك. المزيد في سياق التقرير التالي. تلاحق وزارة الداخلية مافيا السلع الفاسدة والغش التجاري والمتلاعبين بالدعم، ويتساقط هؤلاء تباعا. فمن بين القضايا التي استطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ضبطها بالتنسيق مع مديريات الأمن، ضبط مسؤول محطة وقود بالقاهرة يقوم بتجميع المواد البترولية المدعمة والاستيلاء عليها تمهيدا لطرحها بالأسواق، حيث تم ضبط 21,500 لتر سولار وبنزين بمخازن لديها. وضبطت مسؤول شركة غير مرخصة لإنتاج وتسويق زيوت السيارات بداخلها 281 طن و365 كيلو مستلزمات إنتاج زيوت مجهولة المصدر وسبق استخدامها، وذلك بهدف تعبئتها في عبوات جديدة وطرحها بالأسواق. وتمكنت الإدارة من ضبط مصنع غير مرخص لمواسير البلاستيك بالقاهرة لقيام صاحبه بإنتاج وتصنيع مواسير مياه بلاستيكية مغشوشة، حيث تم ضبط 55,000 قطعة من
منها وخامات مجهولة المصدر قدرت ب 16 طن و 600 كيلوغرام. أما بالغربية نجحت الإدارة في ضبط ملك ثلاجة غير مرخصة لحفظ اللحوم بداخلها 8 أطنان ونصف طن من اللحوم والدهون الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. ونجحت الإدارة في ضبط ملك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بسوهاج لتعبئة سكر ناقص الوزن قدر ب 7 أطنان.